السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمهورنا الغالي على التويتش وعلى الانستغرام، اهلا وسهلا بكم على اليوتيوب، اهلا وسهلا بكم في جلسة نقاش مانوا سولو ليفلينج الفصل 171. اقتربنا من النهاية، واضح جدا نحن اقتربنا من النهاية. تقييمك للفصل يا رشد؟ 10 على 10. واذا تقييم 10 على 10 لا انا شوف يكفي انك قال، انا كنت زمان كنت اقول هذا حاكم وملك، ايه وحين قال لك ان هذا حاكم يشبه الحاكم. ذكرها تقييمك 20 من 10. الامانه ظهور ملك التنانين بالحاله كان مجنون مهيب بكل ما تعنيه الكلمه معنى. هذا الشخص اقسم بالله، يعني شوف سونغ كان شايل العمل على اكتافه، زين جاء واحد قاعد يشيل العمل كذا يقول تعال يا ولد ياك يشيل العمل مع بعض. اقسم بالله قمه الجنون هذين الشخصيتين في الفخامه. جيت الفخامه موجود عند الاثنين، ان جيت الشكل موجود عند الاثنين، ان جيت عند القوه الاثنين كل شيء موجود عندهم، لكن واحد كويس واحد وسخ بس هذا الفرق، ولا كل شيء زي بعضه صراحه شيء مجنون. ايضا اتباع اللي هو سونغ كانوا اجمل برضو شيء صار في هذا الفصل، بيرو كذا حزين واللي كانت مولاي فوق سونغ عزلان. الاتباع البقيه قالوا انه تشبه ايش بنو انتشرت كذا، صراحه كانت جميله وحلوه عجبتني في هذا الفصل. لحوم والله 10 على 10. اجمل ما في الفصل هو الحوار اللي دار بين سونغ واتباعه اللي هم المفروض افضل واقوى الاتباع بالنسبه له، ولكن في نفس الوقت على قد ما هو موثقين بأن سونغ قوي جدا، إلا عارفين أن هذه المعركة لربما سونغ أصلا خلاص يودع، مو خايفين على نفسهم، خايفين عليه هو أكثر، أنت قاعدنا أنت قولانا. ففي نفس الوقت يعني شدوا الرحال ويلا اللي أنت بيه حنا معك، فوثقين في هذا. يعني أفضل شيء حدث في الفصل هو ثقة الأتباع لملكهم وثقة الملك بنفسه، لأنه هو وعد ان انا يعني الوحيد اللي انا اقدر اسوي هذا الشيء. عجبني الفصل 10 من 10. انا برضو معجب جدا. طبعا كلمه ملك تقييم الف على 10، او زي ما يقول عبود يعطيكم العافيه الفصل بدونكم ولا شيء. طبعا الفصل تقييمه 10 مليون على 10 او 100 مليون ما ادري كم، من حط واحد واصفر كثيره ويقول استمروا ان شاء الله مستمرين معاكم، قرب ينتهي العمل ان شاء الله راح نختمها معاكم باذن الله. بدي تفصل ما ادري، في ناس يقولون 9 في ناس يقولون 10 في ناس يقولون 5، ما هي اتوقع لا ما اتوقع 5 7 او 10 بعد المعركه دي خلاص ما في شيء ثاني. اسم الله عليك خلاص هذه المعركه النهائيه. ما حد من الصور صديقه ما تغض العيده، ما حياه الممات يغيظ هذا يغيظني انا، الحياه هي اللي تغيظ هذا. ما في موت ان شاء الله والله على التوالي. حياه ان شاء الله حياه. المهم ما علينا من الموضوع. في اللايف رياكشن او عفوا في البث يوم الاثنين قال ابراهيم اول امس انه ليش ما كلم اهله، وكان الكاتب قاعد يسمع ابراهيم وعلى طول رسم له تكسيره الجوال كذا طكش، يوم يكسر الجوال اقسم بالله يعني هو عارف. وهذا الشيء اللي انا برضو تكلمت عنه من قبل وقلت لكم عنه من قبل، ان الطريقه الوحيده عشان تهزم 10 مليون وانت ما عندك الا 100 الف، لو قلنا هذا المقارنه فعلا قال عددهم 100 ضعف، 100 ضعف عددنا، فعشر أضعاف مليون، 100 ضعف 10 مليون. فعشرة مليون وتمية ألف، شو الحل عندك؟ اهزم وقلوب. Exactly. خل المية ألف حقينك يوصلون 5 مليون وهم 5 مليون، هنا تصير عندك فرصة. نقص هنا وسوى. هذا بكل بساطة، شيل منهم، شيلوا عبي عندك، شيلوا عبي عندك، شيلوا عبي عندك. وطبعا نقطة إضافية، انا عارف ان البعض بيقول النظام وقف الى ذلك، ولكن ستيل قوه سونغ لازالت ترقى. ترى النظام كان بس يحسب اللي يعطيك تقييم فقط لغير، ولكن فعليا هو بغض النظر عن جيشه، هو كسونغ طالما انه قاعد يقتل ويقاتل ويمارس، وقال انا ما ابي، اذا تذكرون من قبل كان يقول اقدر اخلي ظلالي اللي تختم ظلالي اللي تختم المغارات، بس انا ما ابي اوقف عند حد معين، ابي اتم ارقى، ابي اتم لفل. فهو قاعد يلفل نفسه، فالحين في وقت القتال هو قاعد يعني ملك التنانين، ما ادري اذا يقدر يسوي لفل اب ولا لا، ما ادري ما بعد. اتوقع ما في لفل اب حاليا. طيب
طيب ما في كنظام ولكن فعليا قوه تزداد. لا تدري والله. اي خذ راحتك ما قصر. تعبين والله. يعطيك العافيه. ترى الاجواء عندنا مختلفه والنوم معتبس قوم نسايب ما قصرت اخوي. يعطيك العافيه يا رجل. فبيسكلي انا قاعد اقول لكم اياها وبكل صراحه شكل سونغ هذا اللي هو بيسويه بيقعد يمشي ويقطع يقطع 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 في الجيش يعني يقتل فيهم قطع 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 تقطيع ويزيد جيشه لين ما يوازن يوازن الكفه بعدين هجوم يعني راح تصير 5 مليون ضد 5 مليون اكزاكت هذا اللي انا اشوفه يعني تفضل يا دحوم ما تكلمت بس قيمت طيب انا شو يعني اكمل بعد ما انهيت كلامك اشوف الوحوش او الجنود بياخذهم بيكونون جيوش الملوك الثانيين ما راح ياخذ تنانين بياخذ الحجرات العمالقه اوريدي عنده تنانين طيب ليش بياخذ تنانين زياده اي بس لان بتكون مواجهه ملك تنانين بجيشه فهمت الفكره ود ملك ظلام بجيشه بس ملك التنانين فعليا مو بجيش الحاله ملك التنانين قاعد يقود 10 مليون جيوش كل الملوك الثانيين اي بس لك السونك بيطيح بالجيوش الثانيين ايه والتنانين يمكن ما يقتلهم مو معناته بيخليهم لو واجه احد بيقتله بس اتوقع 5 مليون تنين ضد 5 مليون جيش فهمت الفكره؟ اوكي إيه. يعني اتمناها تكون كذا ليه؟ لان بتكون حلو بنشوف ملك الدمار مع جيشه ضد ملك الظلال مع جيشه الظلال فهمت الفكره؟ فبتكون كسيناريو حلو لكن مو شرط تصير ممكن ياخذ تنين اتمنى يا اخي اوكي النقطه الثانيه اللي هي على سالفه انه ما كلم اهله مو طبيعي الواحد اللي اكلم اضعف شيء يخليه يغير رايه اللي هي نقطه ضعف اهله طبيعي قال احنا عارفين ما راح يكمل وقال لو كلمتم سمعت صوتهم ما راح اكمل هذا شيء طبيعي اي احد في الحياه لما اسالهم ترجع تفكر ثاني مره بس بسلم تردد. بودع خلاص انت هنا تتردد طريقه تكنسل الموضوع دعم من غنى غالي كينج ميشو 10 دولار تقييم الفصل 8/10 واتوقع موت سونغ في الاخير يعطيكم العافيه لا يا كينج ميشو انا ضدك لن يموت سيبقى ان شاء الله تفضل يا دحم اول شيء يعني بتكلم عن جزئيه اللي هو وسرع المقاطعه لورا علي بليش شفت انا شكرا على كم 20 20 جيفت صب يا اسطوره ريغاتو اسلم اي بتكلم اول شيء على نقطه الضعف هذه خلص يعني الكاتب وضحها اكثر من مره بان هذه نقطه الضعف اللي ممكن تخليه يغير رايه اذا غيرت رايي فهذا الشيء يعني يعتبر هزيمه للبشريه بشكل كامل ما في احد في العالم اجمع يستطيع مجابهه العشر مليون فكسر او ابتعد عن نقطه الضعف عشان ما يرجع ويغير رايه هذا الشيء يعني الكاتب يوضح لنا اكثر من مره انه راح يموت في النهايه هل فعلا راح يموت ممكن يموت ممكن لا انا من وجهه نظري 50-50 تمام لكن انا ايش ابغى مش توقع انا اقول 50-50 لكن انا ايش ابغى كمتابع ابغى تكون نهايه اسطوريه لسونغ ولكن في احتمال كبير ان الكاتب يجيب لك مخرج يجيب لك طريقه سيناريو تخلي سونغ يبقى عايش بعد هذه الحرب ما راح اعترض لكن انا ما ابغى هذا الشيء ما راح اعترض هذا شيء يعني لازم نكون منصفين فيه حقه بالنسبه لموضوع اللي هو ماجد مساعف فتح اول واحد يتكلم عن طريقة لاستنزاف الجيش وسرقة الجيش هو هذا الشيء يعني اتفقنا مع ماجد فيه ولكن اختلفنا في شيء كبير السيناريو ماجد طرحه قال لنا أن سونغ راح ينتقل في الدول بين الدول ويقتل الجيوش ويقومها ثم في النهاية تقتل مع ملك التنانين احنا اعترضنا على هالجزئية ولكن احنا متفقين في جزئية اللي هي سونغ راح يقوم الجيوش يصير دعم له من الجيوش اللي قومها لكن ينتقل بين الدول وزي كذا كنا نختلف عليها وطبعا جانا الرد من ملك تنانين على فكرة قال لنا ملك تنانين هذا البوابات كلها فيك تبي الجيش أنا جمعته في مكان واحد تبي تقاتل تبي تجمع تعال لنا
وهذا الشيء اللي برضو بس يعني بس هذا نقطة يعني تايم اوت. طيب معليش او كمل نقطتك قبل لا اعترضها. كمل عشان لا سقطتها بالافكار. ايه اللي بقوله في النهاية ان احنا ما كنا متصورين ان ملك التنانين عنده يعني عقلية يعني جبارة، يعرف عدوه ويخطط على قدرات عدوه. هذا قبل واتضح لنا ذكي، ولكن لازلت يعني ماجد وما ادري في بعض الشباب ممكن عندنا نفس الرأي اللي عند ماجد ان سونغ راح يتفوق عليه ويوصل لخمسة مليون هذه الاشياء وضعها في الحسبان ملك التنانين. فانا ما اشوف ان ملك التنانين جمع الجيش بالطريقه هذه عشان يعرف انه بيخسر خمسة مليون من ملك الظلال. فممكن الحين عرف مكان ملك الظلال اللي هو سونغ وجمع 100,000، ما قدر يجمع مليون حتى، وفجاه دخل له 3 ملوك. فاهم كيف؟ تحس نوعا ما يصعب على سونغ يجمع الخمسة مليون. لو قلنا انه بيجمع، وما عندي اختلاف في موضوع انه راح ياخذ تنانين او اورك او عمالقة، بالعكس راح ياخذهم كلهم، بس انه يجيب 10 مليون او 5 مليون حاليا صعب، ما هو مستحيل. انا ما اعرف ايش القوه اللي خدها من كاميش غير القوه اللي ما ظهرها لبير الحجر، يعني في قدرات ترى سونغ ما ظهرها. فانا اكتفي كذا، بشوف رايكم. طيب انا بس على النقطه ذي بس، انا طبعا نعم كان توقعنا ان لو فتحت البوابه وطلع قباله الصيني شلون بينحاش من الصيني ويروح دانكن. كنت انا اقول لك وقتها اذا تذكر يخلي 3 من ظلاله، يترك ظلاله ويروح يتنقل يسوي الهاله الكامله على الكره الارضيه ويسويها رايز. الحين هو قاعد يسوي الشيء اللي انا قلت لك. انا بذاك الوقت ما يهمني السيناريو، ما تهمني الاليه، تهمني النتيجه، انه بالنهايه بيبدا يقتل الجيش ويقول ارايز. طبعا اللي اختلف حاليا عن السيناريو اللي قبل الحين، انه بذاك الوقت كان المفروض انه بدا قتاله مع ملك التنانين وبعدين يتنقل. اللي صار العكس تماما، هو مو قاعد يقاتل ملك التنانين، قاعد يتنقل حاليا. فهذا شيء بالعكس افضل بالنسبه لي. بالنسبه لفكره ان ملك التنانين كان مجمع الجيش كله بمكان واحد، الكره الارضيه مو كلها بمكان واحد، ومستحيل بيتم ملك التنانين يمشي بجيشه كامل يروح لامريكا بعدين يروح لاستراليا بعدين يروح. فهمت قصدي؟ فهم. لا بيبدا يوزع جيشه، خلاص انا دخلت الجيش كله الحين وصلنا للارض، بنبدأ ننتشر عشان ندك الأرض كلها. مو بصعب من الغبن إن إحنا نمشي كجيش واحد، مع أن هذا الخطة الصحيحة والذكية فعلا، بس كبرياء أو غروره ما راح يسمح له. وحتى شوف الحين يعني كلمته أهو، لو إنه موجود هنا في المكان اللي موجود فيه سونغ كان على طول استشعر سونغ جاء عنده، ما بيخليه، صح ولا لا؟ فالمنطقة بس ما بعد يصير انتهى الفصل، أكيد انتهى الفصل، ما صار ذا الشيء. بس يعني كلمة سونغ يقول بدينا فيكم وأرايز، معناته إنه بدأ يبدأ يجمع جيش، واضح انه يعني الحين بدا الشغل وبدا بيشخلهم شخل على قولتهم كذا، يعني يسوي لهم بالمشخال، يقلل العدد ويختار الزين والزين منهم يقوم اراي. اللي انا بوصله لك انه مستحيل الجيش كامل بيتم كله في بقعه واحده، بينتشر اوريدي انتشر، لانه هو قاعد يقول قتلنا 10 مليون من جنسك، من بني جنسك اللي هو من البشر. 10 مليون معناته انهم منتشرين حاليا في كندا نفسها. لو قلنا كندا نفسها فيها مدن كبيره، يعني مناطق، صحيح تورنتو اسمها ذيك، يعني العاصمه حقتها. ففي ناس هنا، في ناس عند البحر، في ناس كذا. فسوق داخل كندا نفسها يقدر يتنقل بين المدن ويقتل يقتل 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 ويقوم رايز ويهج. بالعربي كلمه سوق نهايه الفصل اللي طاف هي الاجابه على سؤالك. I will come to you، انا بجيك بس صبرك عليك. أنا قاعد أذبح، والتضحيات دي بتصير ما بيدي شيء، ما أقدر أحميها، ولا أقدر أواجه جيش كامل. فهمت علي الفهم؟ ففي خطة ممكن حتى إنه يستغل الصيادين، يضحي في مغامرة بهم، يعني الصيادين اللي يركب الطيارات إنهم ينزلوا في مكان معين ويجذب الجيش هناك، ويجذب ملك الظلال، ملك التنين يظن إنهم هناك بيروح يهجم عليهم ويروح يهجم في مكان ثاني. ما أدري إيش الآلية اللي بيسويها، بس كبداية خطته نقص أعداد العدو وزيد أعدادك. أنا عندي 100,000 ومع 10 مليون، خلني أزيد على الأقل للمليون وأنا أقصهم إلى 9 مليون. إذا أنا قصيت إلى 9 مليون والصيادين اللي معاي قصوا مليون وذبحوا مليون، هل 100,000 الصيني مع 100,000 الأمريكي مع جمعهم كلهم على بعضهم يطلعون لك 200,000-300,000 جندي، ما يندرى كم عددهم البشر. لو قتلوا الجنود ضعف مو بالعشرة مليون كلهم بقوة ملك التنين، ولا بكلهم بقوة إذا في منهم الأورك اللي أساساً توماس أندري يقدر يدخل يذبح لك قطيع كامل من الأوركس، فيمكن توماس أندري الحالة يقدر يقتل لك
بالضعاف اتكلم من الضعوف مره يدخل حاله يصفي لك دنجن كامل، ما بالك مع الصيني، ما بالك مع هذول كلهم. فال10 مليون لو البشر صيادين البشر قضى منهم على مليون مليونين وصي... اكثر الحك اللي عندهم قوه حكام اكثر اكزاكتلي exactly. هذا المقصد اللي بوصله. يعني انا اتوقع ان توماس اندري هنا تكون حرب متعادله بالراحه يكون بس 100 200 اكزاكتلي بس اساسا اللي كان بيصير اول الحرب متوزعه بين ثمان مناطق على ثمان جيل. الحين بالعكس يمكن الحركه ذي انقلبت ضد الصياد، ضد قصدي ملك التنانين. الحين جيش كلي انتشر في كندا او في امريكا او بين بعض الدول، بينما سونغ خلاص بدأ يركز عليك ويركز على جيشك ومرسل ذلك في جهة وفي جهة. فممكن تنقلب الطاولة على إذا قلنا أن ملك التنين عبقري ذكي، فسونغ جين وو هو مخترع الذكاء العبقري. تطفي ملك التنين. بقول حاجة الملوك والحكام والهمدية إلا الحكام، حكام برضو لهم كريجون. إذا ما جاءوا كأشخاص راح يدخلون في اجساد الصيادين كامل، تحول كامل زي ما صار مع جار. بيسيطرون على الجسد، اي بيسيطرون على جسد توماس اندري، على جسد الصيني، على جسد الالماني، تحول كامل. فبتشوف كامل قوتهم. جار كان جسد ضعيف مو قادر يطلع كامل قوه. شوف على سبيل المثال ابو سونغ، ابو سونغ عشان قوي وجسد قوي تحمل قصص، تحلل جسده في الاخير بس قدر يقاتل ملكين ويصمد، مدري ملك ويصمد إلي ما جاء سونغ، إلي ما استيقظ قاتل ملكين الحال بجسد الحال. في الأخير صدق قصتي أدو كذا، بس قدر قاتل ملكين مو بجنود، ملكين تخيل. فالحكام دي اللي لو نزلوا في جسد توماس أندري، جسد الصيني، ممكن أن توماس أندري يقدر يهزم ملك والصيني يهزم الملك الثاني، سونغ يتكفل ملك التناني والبقية على الأتباع. لأن أساسا كل قوة الصيادين الموجودين حاليا، الصيادين الموجودين البشر كلهم اساسا مستردين من الحكام وجنود، كلهم متصلين بالحكام وجنود. ماجد انت تراك سهلت كثير الموضوع، حسيت الموضوع جدا بسيط ولا كانه شيء. يعني انت يعني قلت لي ان دول الصيادين الام، انا شايف انهم قوية، بس ترى 15 مليون كثير. انت راح تتقاتل مع صيادين امة بقوة الحكام، أنا ما عندي مشكلة ضيف عليهم قوة الحكام، بس ذلك ترى عندهم الملوك وعندهم قوة ضاربة مثل التنانين، تمام، وأتباع الملوك الأقوياء. فترى أنا ما أحتاج أرسل لك ترى أحيانا جيش، أو أرسل لك يعني، أو أنا بنفسي كملك أنزل لك، أرسل لك تنين. تنين مثل كم إيش اجتمعوا؟ خليه خمس صيادين الأم الكاتب يعني طبعا صيادين العالم كلهم اجتمعوا، صيادين العالم كلهم اجتمعوا عشان واحد وجلدهم، تمام. الحين انت ما عندك تنين واحد، عندك مجموعه تنانين، كيف تتعامل معهم؟ فالموضوع صعب، حتى لو بسطته موضوع صعب. حركه سونغ هي استنزاف واخذ الجيش ويعمل كونتر اتاك على ملك تنانين. هذا شيء نعرف انه استنزاف، الغلط انك تقول انه استنزاف. بالنسبه لسونغ يبي ياخذ جيش، هي استنزاف للعدو وزياده في قوتك دبل. أيوه. انت يعني انت عاده لما تدخل حرب استنزاف مع خصم مثلا في كينغدوم، ده قاعد تستنزف خصمك، نعم، بس في نفس الوقت قاعد تخسر جنودك. سونغ ما يخسر، سونغ قاعد يزيد جنود. اي حاليا صح كلام، ظلم انك تسميه حرب استنزاف، هي حرب تقويه. لا انا قاعد اقول لك انه قاعد يستنزف من قوه خصمه ويزيد قوته، تمام. هذا شيء نعرفه، هذا قوه سونغ الاساسيه. بس انا قاعد اقول لك بالفكره هذه البسيطه، ملك التنانين مو غبي اصلا، ملك التنانين يعرف ان هذا الشيء بيصير، فعنده خطة عشان هذا الشيء ما يصير بطريقة مبالغ فيها. الآن يجي سونغ، إيش راح تكون ردة فعلك في حال أنه تم منعك، مثلا تم منعك من أنك تستجمع مجموعة كبيرة من الوحوش، إيش تسوي؟ هنا مو سونغ راح يصير في معضلة. حتى لو قلت لي أن الصيادين 100 أو 100 ألف استطاعوا هزيمة مليون، وأنا أقول لك مستحيل ترى الذول يهزمون مليون، مستحيل، سبع المستحيلات، تنين تنينين يصفيهم كلهم. اوكي، ففي صعوبه الموضوع. خلاص، اولا المقارنه اللي انطرحتها خطا، لان مو كل التنانين. بس يقول علي جوكي يقول لا تقرون الدعم قبل الاخير، تمام. اوكي خلاص، ما اتوقع ان احنا ما راح نقول دعم كله، خلاص الدعم كله، احنا اسفين جمهور، ولكن ناس خرب على ناس، اسف جدا، ما بنتفت على الشاشه، بننهي بنتناقش، كمل النقاش وننهي ونتكمل ان شاء الله يوم الاثنين، تمام. نعم.
المقارنة في الأساس مقارنة. فيها خطأ لما تقول خمسة بالموت، خمسة صيادين أمة بالموت هزموا واحد من التنانين. أولا مو كل التنانين في قوة كامش، قالوا أن كامش هو أقوى تنين، أقوى خادم عند ملك التنانين، هذا أول نقطة. كأنك تقول بليون، إيه كأنه بليون، فطبيعي بليون ما يقارب بقية جنود الظلال اللي يعني شوفها بليون الحالة نتف بيرو، فما بالك فهمت الفكرة. فكامش لا تقيس بقية التنين اللي ظهروا ذيلي كلهم بقوة كامش، التنين ذيلي يقدر سونج ويقدر أي أحد ثاني يجلدهم بكل بساطة، حتى توماس أندري يقدر يجلد واحد من التنانين بكل بساطة، هذا واحد. ثانية الخمسة ذيلي اللي تتكلم عنهم هذا قوتهم قبل 8 سنوات يطلع كامش، كامش ظهر ترى في أمريكا قبل 8 سنوات، كل واحد منهم قوته الحين زادت بمراحل قوة الاتصال. يعني الحين الملوك يوم شافوا كريستوفر ريد هذا مش كان اسمه اللي هزموه، يوم سوى التحول الجسد الروحي الكامل انفجعوا وقالوا شو قدر ذي قادر يتحول تحول جسد روحي كامل. هل تظن ان كريستوفر ريد كان يقدر يسوي ذا الشيء قبل 5 سنوات؟ لا طبعا مستحيل، لان كل ما زادت قوتك كل ما زادت قوة اللي يقدر يعطيك اياها هل الحاكم يقدر يعطيك مور باور قوة الكونكشن تاخذ 5% 15 20 اكزاكتلي فالليفل اب ليفل اب يعني كلهم قاعد تزيد قوتهم. فالحين الخمسه صيادين الامه طبعا مات اوريدي منهم واحد اللي هو كريستوفر ريد، فعندنا 4 على الاقل. البرازيلي ما ندري اذا كان فعلا صياد امه ولا لا، برازيلي ما ندري اذا كان صياد امه ولا لا الى الان ما ندري. انت لو انت استاذ بس اذا تم خلينا انا الحين ابي بس اثنين، انا بس ابي اثنين، ابي اللي هو الصيني وتوماس اندري اللي هذي اللي اساسا الكاتب مركز عليه. هالثنين ذيلي يستطيعون هزيمه الملوك الاثنين الثانيين يوغمانتو ذا ولا ما يقدرون؟ تقصد اذا صار تحول كامل اي اذا صار زي ابو سونغ خذوا القوه كامله من الحاكم توماس اندري والصيني يقدرون يهزمون يوغمانت والثاني ولا ما يقدرون؟ انا اشوف انهم راح يسوونهم نوعا ما وبس ما يقدرون معهم او يفوزون بحكم الظروف. لا بحكم الظروف انا ما اشوف انهم يقدرون. لا انا اقول يقدرون، نتكلم عن جيش كامل لاني انا اقول لك ابو سونغ وقف وجه اثنين صد اثنين ترى توماس اندري تحول لما قابل الالف تحول بالتشكيل الروحي انت قصدك يستحوذ عليه كامل كامل زي 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 ما صار مع قار يعني خلاص ما بي بيموت توماس اندري بيموت خلاص هنا اقول لك ممكن يفوز هذه اللي نفس زي قار يا عبد الرحمن ما فهمتي زي قار يوم قار بيسيطر على جسد زي جونغ هي زي مسيطر عليه جسد بالكامل خلاص صار الحاكم اللي قاعد يتكلم حتى مش توماس توماس غيب خلاص وبيموت بعدها ترى حتى ابو سونغ ما صار له ذا الشيء ما اخذ اتصال كامل ابو سونغ تام في جسده ما تحول على جسد روحي كامل بس كان يستمد منهم القوه ومع ذلك قدر يصمد فجاه اثنين من الملوك فما بالك بتوماس اندري والصيني اللي هم اقوى اثنين حاليا لو اخذوا كامل قوه الحكام انا اشوفهم يستطيعون القضاء على الملوك اللي قدامهم فإذا تخلصنا من الملكين ذيلي يبقى الجيوش. الجيوش أنت برضه قلت مقارنة غلط، قلت إنه 100,000 100,000 بس في الصين ترى بس الصين الصين بس اللي كان عندهم 100,000 باقي اليابان باقي كوريا الهند باكستان فرنسا روسيا بريطانيا أمريكا الشرق الأوسط كل صيادين العالم الاتحاد الأوروبي كل صيادين العالم جاب. فأنت إذا تقول إن الجيش 100,000 غلط قل لي الجيش مليون اقول لك ايه جيش الصيادين وصل مليون اتفق معك لان هذا اساسا زي ما في كل حرب تصير الملوك يجيبون جيوشهم والحكام يجيبون جيوشهم الصيادين البشر الموجودين ذي هم اساسا جيش الحكام بس متصلين بهم مو منزلين فهمت علي انا فاهم هذه فكره الحكام انهم متصلين فانت لا تلغي القوه ذي بالكامل انا قاعد اقول لك لو كان عددهم مليون مو 100,000 فهم يستطيعون القضاء على الأقل على الأقل على مليون مليونين من جيش العدو على الأقل مع سقوط الملكين يبقى على سونغ أن يقتل بس 3 مليون وكذا تتعادل كفة سونغ عنده 5 مليون ملك التنين عنده 5 مليون الصدام فهمت علي ولا بعطيك معلومة بعطيك معلومة إضافية بعطيك معلومة إضافية يلا قول أبو عفواً أشبرن كان جاي بالجيش الأولي بدون جيش سونغ الحالي جيش أشبر اللي نزل حق سونغ جيش أشبر القديم اوريدي عند سونغ حاليا بذاك الجيش لوحده كان يقول حق ملك الوحوش وملك الشياطين لو انكم ما خنتوني كان انهيت المعركه اليوم كان جاي بيهزم الحكام الحاله واليوم كان بينهي المعركه
بقوه اوه بجوش هالقوه دي اوريدي عند سونغ وقوه اش بالكامله موجوده عند سونغ وزود على ذلك سونغ ارجع شوف الفصل اذا انت مصدقني لو قال. ما خنتوني احنا داخلين احنا داخلين ما قال كنا بنروح بلهزمهم قال كنت بلهزمهم انا انا اللي قال بلهزمهم كذا انتصر معركه اليوم مو بجيشه بالجيش اللي دخل فيه هو ودخل فيه ملك الأورك أو ما دخل مع أي ملك بس هو الحالة لا سلامتك أصلا ما كان هو موجود شون تقول لي هو الحالة لا صح معلوماتك يا ماجد الجيش الجيوش كانت موجودة قبل يوم ما دخل قوامهم إيه مو بجيش بس ما في ملوك ما في ملوك بغض النظر هذول مرسلين إيه هو قاعد يقول الحين هو قاعد يقول في ذيك اللحظة لو أنكم ما في الزعزع لو أنكم جاوبني الحين وقال جاوبني طيب عنو قال لأنكم ما خنتوني كان أنا انتصرت يوم إنهم يدخلون عليه من اللي كان يقاتل أشبرن الحالة ولا مع أحد أشبرن بجيشه الحالة ولا مع ملوك واللي دعم جيشه ترى سؤالك نوعا ما ترى مش مضبوط ما هو يعني جاوبني على السؤال طيب أنت شو كعجب السؤال جيش أشبرن إنزين كان أشبر الحالة ولا مع ملوك آخرين جاوب على السؤال أشبرون الحالة دخل بعد ما دخلوا الآخرين خلي الآخرين الآخرين جلدوا كلهم الآخرين جلدوا كلهم ما في شيء اسمه الآخرين جلدوا كلهم جيش الملوك أو جيش الحكام مو قاعدين يتجددون ترى سؤالك طيب زين أوكي أنا معاك في الكلام ركز معاي أنت يا أخي ركز معاي كلمتك خاطئة أنا فاهم إن هذا أنا فاهم كلامي أشبرون هو الوحيد اللي بقى وهو الوحيد اللي كان بيخلص المعركة الله أكبر هذا اللي صار هذا اللي صار بس هذا كلام الجيش هذا الجيش هذا اللي أشبرون قومه أرايز مو هذا هو الجيش اللي نزل حق سونغ لا لا مختلف وين راح اجا ها مين جد الجيش بعطيك اجابه بعطيك اجابه بس بلسانه أشبرون قال بعد المعركه ديك استنزفت 50% من جيشي قال جيشي كله قال جيشي كله وجيشي كله تم في العدم وجاء الحين ادري مين جد الجيش هو نفسه هذا الكلام زمان هذا الكلام زمان انت اللي تقول لي ذاك الجيش اللي تقاتل مع بيريون لما نزل قال أنا لازمت سيدي طول فترة طول الفترة معناته هو كان معاه في الحرب أي صحيح بليون والبقية معناته الجيش اللي نزل بس مو كل الناس بس مو كل الناس بقت إلى الآن فهمت وين شو وين تروحات وين تروح هذا جيش ما يموتون الظلال ما يموتون الحبسه والحبسه هو قال يعني أشبرون يوم قال هالكلام كان أهبل يعني قال ما قال مات قال انحبسه ولا شو رجع بليون كان مرض انه مات تدمير جيشي قول ما قال ما تدمير ارجع ارجع شوف الفصل تم حبسهم عدت الكلام ما في شيء اسمه تم حبسهم تم تأهو تم استنزاف جيشه وطبعا نعرف السبب نعرف الطريقه اللي هزموا فيها جيش ملك الظلال الدليل ملك الوحوش أو ملكة الحشرات يوم مسكت بيرو كانت بتحلل بتبخر بتودي للفراغ هل إذا راح للفراغ يرجع؟ لا هذا الكلام اللي كان يقوله ملك اللي هو ملك الظلال ما قال أنا فقط 50% قال فقط جيشي كله نص جيش راح علي ما قال نص جيشي أجمع جيشي ثاني مرة عد الفصل عد الفصل ما راح أناقشك فيه كثير بس عد الفصل ما راح أناقشك فيه كثير Anyway, احنا طولنا بالنقطة ذي انا اللي بوصلها لك بكل بساطة ان أشبرون بجيش هذاك اللي الحين هو اريدي عند سون كامل انا اشوفك كده انت ما تشوفه براحتك هذا شيء راجع لك كان قادر على هزيمة الحكام الحالة بدون فزعة من الملوك الاخرين كان قال لهم اخنتوني كنت مفوز معناته ان سونغ حاليا لما يجمع هو اريدي عنده جيش أشبرون القديم وحي عنده جيش اللي هو جمع طول الفترة اللي طول فترة من بيرو من ناغا وتوسك وذيلي كلهم اللي هو جمعهم زد عليهم هالجيش اللي قاعد يجمع الحين النتيجة النهائية انه هو نفسه يستطيع هزيمة مو كل الملوك ملك واحد اللي هو ملك التنانين بجيشه نعم الجيش اللي جاي كله جيش الملوك بس هو معاه برضو جيش الحكام موجودين في أجساد البشر اللي هم صيادين حاليا فهي معركة نفس الشيء بس الله ما بدأ ينزلون الحكام وبدأ ينزل جيوشهم جنودهم يمدون قوتهم الحكام وجنودهم للبشر الصيادين البشر وسونغ موجود مع ظلاله ضد الملوك هذا اللي أنا أشوفه حاليا وأشوف أنه في النهاية ما راح يكون easy win ما راح يكون انتصار سهل أنا مو قاعد أوصل بالطريقة ولا أقول بالطريقة بس أقول it's possible وأساسا هذا اللي شافته من السيلر وهذا اللي هو قاله بنفسه حق من السيلر الفصل اللي طاف
شكرا لك. الحين انا عرفت اني اقدر اوصل لتلك المرحله او تلك النقطه او تلك النقطه الهدف اللي انا بوصل له اني اتفرد بملك التنانين. عندك اضافه قبل لا نختم؟ لا انا اضافه لا ما عندي. تفضل دحوم. طيب اول شيء كلام اللي قلت انا مش معه وانا اشوفه خطا اصلا. ملك الظلال يوم دخل الحرب ما كان بروحه يقدر يهزم ملك الحكام كلهم، هذا اول شيء، لانه هو داخل اصلا بخطه مع الملوك اللي معه، والملوك اللي معه ضحوا بجيشهم عشان يقدر ملك الظلال ياخذ جيشهم وتستمر الحرب ويهزم اعدائه ويهزمهم، هذا اللي صار. ولكن هم قدروا، فان لحاله وما ادري ايش لهذا كلام فاضي. زين، وبرضو ارجع مره ثانيه لكلام ملك الظلال قبل ما يموت، وكان يتكلم عن القصه والسبب اللي دخل ملك الوحوش عشان يقدر فيه وايش صار في جيشه، تاكد منها. اخر شيء وهو اللي انت بديتها فيه اول شيء، اللي هو موضوع ان الوحوش الموجودين تنانين موجودين مش بقوه كامش، وهذا شيء خطا، لان في الفصل 169 هذا قدامي يقول للوزراء الموجودين في الاجتماع سونغ، كان يقول لهم ان الكارثه اللي جاتنا كامش راح يجينا مثلها مئات منهم، وكان يعني القوه مش مئات تساوي كامش، لا بل مئات من كامش. فموضوع ان كامش هو الوحيد القوي اللي ما راح يتكرر وتمت هزيمته، والتنانين هذول كل اثنين يجتمعون عليهم يهزمونهم، هذا كلام فاضي. التنانين كلهم اقوياء بناء على كلام سونغ في الفصل 169. موضوع انه هو الاقوى ارجعوا تاكدوا، انا ما اذكر الحديث بس 169 سونغ قاعد يقول هذا الكلام، الجايين مئات وهم كلهم بمستوى كامش. انا ضد هو ما قال في مستوى، قال كارثه كامش كارثه باستثناء عن قوته. اقراها لك يا راشد بالعربي، اقراها. يقول لك ان ستظهر المئات من الوحوش الشيطانيه قوتها تساوي قوه كامش، وتلك اشد الكوارث التي ستحل علينا. هذا الكلام انا ترى ما مو قاعد اقول بحلل على كيفيه، هذا الكلام سونغ قاعد يقوله في المؤتمر. أنا الكلام اللي قاعد أقوله طول الوقت ترى شيء ظهر، فمش قاعد أفتي وكيس وأقول شيء أنا أبغاه، هذا شيء ظهر. يعني الحين أنا لما أجي أقول إن مثلاً بليون بيطلع بليون، أجي أقول لهم شفت قوة غرياس، بيجيكم واحد زي عفواً شفت قوة بليون اللي ما حد يقدر يهزمه، بيجيكم زي مئات اليوم بيرو وتوسك وتانك وذي، هل كلهم بنفس قوته؟ لا طبعاً بنفس قوته، بس كلهم وحوش خالدين، كلهم تنانين. هذا المقصد، يعني صياغه الكلام هذا. اي هذا تفسيرك انت وكيفك تفسر على كيفك. انا يا لا لا فسر، يعني انت تقول لي ان التنانين هذول اصلا اضعاف ما يقارنون مع كم شيء البشريه يقدرون عليه، مئات منهم البشريه يقدرون عليه. اذا خمسه قدروا يهزمون كامش اللي اقوى واحد، طبيعي في غير يقدرون يهزمون. طيب هذا لو صدق هو اقوى واحد صدق. انا اقرا لك الفصل، قاعد ادور عليه الحين، اطلع لك الجمله واقرا لك اياها. قالها بالحرف الواحد دوره. انا اذكر ان كامش يعتبر من الخادمين لملك التنانين، خادم الاكبر، مو بالخادمين، خادم الاكبر، بس ان اقوى واحد كصريح لبار انا ما اذكره. قال انه الحارس، او اجيب لك الاسم، اجيب لك الكلمه اللي قالت بالضبط الحين، دقيقه بس. عموما النقاش راح يطول صراحه، وودنا يعني نتناقش كثير في باتل مانجا على الموضوع هذا، موضوع كمش، موضوع الاشياء هذه لازم نبحث عنها نتاكد منها ونجي نتكلم عنها في بث الاثنين ان شاء الله. بث يوم الاثنين نتكلم عنها اكثر. انا الحين وصلت الفصل اللي قال ارايز، الفصل اللي قال ارايز 142، يعني الفصل 143 هو اللي فيه الحوار والكلام هذا، فان شاء الله 143 هو اللي تكلم فيه عن قام في كمش تكلم. فعلمهم بننهي هنا 30 دقيقة مور ذاني رف، يعطيكم ألف ألف العافية جمهور تمر، خليكم قريب بعلم بعد شوي. كذا وصلنا لنهاية هذه الجلسة النقاشية الجميلة الممتعة، في الختام قولوا معي سبحانك وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوا اشتراك القناة واللايك وشير، ونشوفكم على خير. سيونارا.